شهور السنة القبطية الكاملة بيجي بعديه الشهر الصغير، ونلاقي ان الاربع احاد بتوع شهر مسرى، الحد الاولاني بيكلمنا على مثل الكرامين، وده بيعدنا لان قصة الخلاص، ان المسيح جه للعالم وان الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، وان هو قتل او صلب، وانه هو قدم ذاته ذبيحه حيه، وانه هو سلم الكرامين، سلم الكرم الكرامين جدد هم التلاميذ، واصبحت الكنيسه تحيا بشرى الخلاص او الحياه الجديده. الحد الثاني بنقرا فيه دعوه لاوي، ودي بتورينا محبه المسيح للخطاه. أما الحد الثالث والرابع في مصر فهم بيتكلموا عن نهاية العالم أو نهاية العمر أو المجيء الثاني، وده بمناسبة نهاية الإيه السنة. النهاردة بنلاقي حاجة عجيبة جدا في دعوة لاوي. دعوة لاوي ذكرها الثلاث أناجيل الأولانيين متى ومرقس ولوقا، وبنلاقي فيهم حاجة عجيبة قوي. السيد المسيح لو تقرأ الإنجيل كله تلاقيه كان يروح فين؟ يروح المجمع يقرأ من ويعلم، يروح ناحية البحر يقعد في خلوة، أو يروح الهيكل. لكن النهاردة لقينا المسيح راح حتة غير عادية بالنسبة اللي هي مكان الإيه؟ الجباية. راح زار الـ IRS بتاع الوقت ده، أو راح للجماعة بتوع التاكسي إيه؟ كولكتورز. وده كان شيء غريب بالنسبه للاكتيفيتيز بتاعه السيد المسيح، لان السيد المسيح الناس ما شفتوش بيروح في الحته دي. لكن السيد المسيح لما سالوه ليه انت قاعد في الحته دي، قال لهم لا يحتاج الاخويا الى الطبيب بل الايه المرضى، وانا لم اتي لادعو ايه ابرارا بل ايه خطاه الى التوبه. انا جاي علشان الناس دي. فأول رسالة بقولها لك النهاردة، لو أنت حاسس أنت خاطي المسيح بتاعك، لو حاسس أن أنت ضعيف المسيح جه علشان أنت يكون لك حياة. دي حاجة مهمة جدا، لكن عدو الخير بيفصلنا عن المسيح وبيفصلنا عن التوبة والإحساس أن احنا محتاجين لعمل ربنا في حياتنا. السيد المسيح لما جه اقترب من لاوي يقول لنا هنا، على فكرة من الحاجات اللطيفة ان لما ذكرها متى اللي هو لاوي كان ما قالش ان عمل وليمة، اخفى الحتة دي، لكن اللي ذكر حكاية الوليمة هو مين؟ هو لوقا. يقول لنا كده كل الاناجيل، كل دعوة لاوي يقول انه جه خرج فنظر على الشر اسمه لاوي جالس عند مكان الجباية، فقال له ايه؟ اتبعني. فترك كل شيء وقام وايه؟ وتبعه. امر من المسيح بيقول له ايه؟ اتبعني. والرياكشن بتاع او رد الفعل بتاع لاوي كان ايه؟ ترك وقام وتبع. الذي لا يترك لا يستطيع ان يقوم، والذي لا يقوم لا يستطيع ان يتبع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الانسان اللي ماسك في الارض وفي الارضيات ما يقدرش يقوم. ما يقدرش يقوم يعني ايه؟ يعني يبقى عايش في التراب، ما يقدرش يبقى له يقدر يقول اما نحن فلنا فكر المسيح، ما يقدرش يقول مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، ما يقدرش يفهم يعني ايه اقامنا واجلسنا معه فين؟ في السماويات. ليه؟ لانه ربط نفسه بالايه؟ بالارض. ودي موضوعنا فاحنا هرجع له لسه. لكن الانسان الذي يستطيع ان يترك يستطيع ان يقوم، يستطيع ان هو يقول ان هو قوموا يا بني النور، ها؟ يبقى يستطيع ان هو يقبل هذا النداء. والذي في حالة قيام يستطيع أن يتبع المسيح. هيتبع المسيح لفين؟ لاوي تبعه عشان يبقى تلميذ، لكن احنا بنتبع المسيح عشان نبقى تلاميذ وعشان نوصل للإيه؟ للأبدية. نرجع لموضوع الترك اللي هو موضوعنا النهاردة.
احنا بنلاقي على الارض نوعين من الناس، ناس بتترك الله وناس بتترك لاجل الله. تاني، ناس بتترك ايه؟ الله، وهتكلم عليهم، وناس بتترك من اجل الله. الفرق بينهم جدا. ليه؟ لان في واحد اما بيترك الله هو بيترك الحياة. الله بالنسبة لنا احبائي هو ايه؟ هو الحياة. لو انا تركت الله انا تركت الحياة. لو انا دايما اقول المثل ده، لو جبت افخم كمبيوتر مش عارف ايه ورحت شايل الفيشة، هتعمل بيه ايه؟ ها؟ تحط عليه فازة ومفرش كده ويبقى حتة ديكور حلوة في البيت، ملوش لازمة، صح؟ اهو احنا كده، احنا بدون الله لا نساوي شيئا. ليه؟ لان الله هو مصدر حياتنا. الله هو ايه؟ مصدر حياتنا. النفخة اللي نفخها فينا الله منذ ان خلقنا هي دي اللي بتدينا الحياة. طيب نبتدي بالناس اللي بتترك ايه؟ الله. في مستويات كتيرة خالص. لو انا خدت مثل زي السيد المسيح لما كان في بستان جسيماني، قال لتلاميذه ايه؟ قال هوذا تاتي ساعه وقد اتت الان تتفرقون فيها كل واحد الى خاصته وتتركوني وحدي، وانا لست وحدي لان الاب معي. يعني انا لو عايز اخدها واطبقها على حياتي، دي الناس اللي بتترك الله لاجل المشغوليه. احنا يا رب مش فاضيين، ما انت عارف الحياه، نو ورك نو مام، مش كده؟ فاحنا بنشتغل وبقيت الوقت نتفرج على التلفزيون، ولو في وقت على الفيسبوك والحمد لله كده ايه تمام. ناس مثقلين، يعني التلاميذ في الوقت ده هم كانوا بيحبوا ربنا، هم بيحبوش ربنا، بيحبوه، بس كان ايه اللي حاصل؟ هم ايه؟ مثقلين، تعبانين. فراحوا في البستان، هو ابتدى يصلي وهم خدوا جنب كده وعملوا ايه؟ ودوها نوم. اهو ده بيمثل الناس اللي بيتركوا الله من اجل ايه؟ مشغولياتهم او امورهم الايه الخاصه. طب ربنا يبص على الناس ديت يقول ايه على لسان ارميا في العهد القديم؟ يقول لان شعبي عمل شرين، تركوني انا ينبوع الحياه وحفروا لانفسهم او نقروا لانفسهم ابارا ابارا مشققه لا تضبط ايه ماء. دايما هؤلاء بنضع امامهم قول السيد المسيح لمرسى، انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيره ولكن الحاجه الى ايه؟ واحد. تخيلوا يعني مثلا ايه، هديكم مثل كده، يعني لو واحد مثلا عنده امتحان فقاعد يكوي البنطلون والقميص ويبري القلم ويوضب السندوتشات، وبعدين تقول له طب انت ذاكرت؟ يقول لك اصل ما عنديش وقت، انا مش فاضي، انا كنت بهتم بالايه، عايز اروح الامتحان كده شكلي مهذب كده وبعمل حاجات كويسه. يروح الامتحان يعمل ايه؟ وكان سقوطه ايه؟ عظيما. احنا بنعمل كده. ربنا مدينا الحياه الدنيا علشان احنا في الحياه ديت نعد انفسنا للابديه. فاحنا بنقول له احنا هنتشغل بالحياه هنا عن الايه؟ عن الابديه. شعبي عمل شرين، تركوني انا ينبوع الايه؟ الماء الحي لينقلوا لانفسهم ابارا ابارا مشققه لا تضبط ماء. عمركم شفتوا حد انتقل وخد حاجه معاه؟ خد حاجه معاه؟ اطلاقا اطلاقا. واحنا بنقول كده ومع هذا بنعمل عكس كده. يعني صدقوني حتى اللي قال ان الكفن ملوش جيوب برضو طلع ايه؟ طلع مرست بنفسه. يعني اللي انا عايز اقوله، احنا بنقول حاجة ونعمل العكس. دي المشكلة بتاعتنا. ليه؟ لان احنا عايشين في هيولية الجسد، يعني عايشين في ثقل الايه؟ الجسد. عايشين في المنظور، عايشين في اللي احنا متلامسين معاه وعايزين ايه؟ ناخده. من ضمن ترك الله برضو حاجة صعبة جدا يقولها السيد المسيح على الراعي في يوحنا 10،
وأما الذي هو أجير وليس راعيا الذي ليست الخراف له فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب فيخطف الذئب الخراف يبددها. أي واحد عنده مسؤولية رعاية، الكاهن طبعا فيهم، بس بنبتدي بالإيه؟ بنفسك أنت. كونك تهمل حياتك الروحية أنت بتبدد نفسك، كونك تهمل ولادك وتقول اللي يأكل على درسه ينفع نفسه، واللي يصلي يعرف يعمل، واللي بيشيل قربة ما عارف مين بقى، كل القصص دي، كل الأمثلة دي، دي misleading. ليه؟ لأن احنا هنعطي حساب، هنعطي حساب كل ده. وفي أنواع من الترك إن الواحد يترك وصايا ربنا، يعني في ناس بيوصل الترك فيها للإنكار وجود ربنا، لكن في ناس بتترك عن طريق ترك الوصية. يعني عندنا مثل على كده، رحبعام ابن سليمان يقول لما تثبتت مملكة رحبعام وتشددت ترك شريعة الرب هو، أنا آسف، اللي هو خد المملكة الشمالية، ترك شريعة الرب هو وكل إسرائيل معه، ترك شريعة الرب وكل إسرائيل معه. ده بيمثل إيه؟ بيمثل الإنسان اللي بيبتدي بربنا وأول ما أموره تترستق ها يسيب ربنا. تلاقي مثلا يجي الكنيسة بانتظام، أول ما تجيله ساعتين يوم الحد الصبح شغله ولا حاجة زيادة، يعني مش بتكلم إن جدوله بيشغله الحد عشان ما تعبش ضمائر البعض، يعني يقول لك لا بعدين بقى نبقى نروح الكنيسة بعدين، ما احنا روحنا كتير. أو زي ما بنشوف في بعض أنواع من الكنائس، لا اللي بيحضروا الكنائس هم الجماعة الإيه؟ الكبار، كبار في السن. بس احيانا احنا لما امورنا بتترسق على الارض بنحس ان احنا مش محتاجين ربنا. لكن اخطر نوع من ترك ربنا بقى هو ترك محبه ربنا، لان المحبه هي المحرك اللي بيحركنا في علاقتنا بربنا. وده اللي قاله ربنا في سفر الرؤيا لما قال لي لكن عندي عليك انك تركت محبتك الايه الاولى. ايه موضوع المحبة الاولى ده؟ المحبة الاولى هي اعلى نقطة في العلاقة بين الانسان والله. يعني الانسان لما بيختبر ربنا بقوة ويحس بمحبة ربنا ليه ويحس ان ربنا حمله على ايديه كده، الفترة دي هي اللي بتمثل العمق الروحي بالنسبة للانسان. يعني اديكم مثل، السيد المسيح لما حب يشوف التلاميذ بعد قيامته قال لمريم المجدلية أن يذهبوا إلى إيه؟ إلى الجليل، يذهبوا إلى الجليل. ليه الجليل؟ هو الأول السيد المسيح القبر بتاعه كان فين؟ في أورشليم. طب يظهر لها في أورشليم ويقول لها قول لهم يروحوا يقابلوني فين؟ في الجليل. ليه الجليل؟ سببين، السبب الأولاني أنه بعيد عن رؤساء الكهنة والناس دي، لكن السبب الأقوى أن ده المكان اللي شافوا فيه معجزات المسيح وتعليم المسيح. السيد المسيح كان معظم تعليمه في الجليل فوق في الشمال، فده زي يقولك إيه المحبة. أنتوا عارفين أنا أشبه لكم تشبيه كده صغير برضو ممكن تحسوا بيه. عارف لو أنت كبرت في كنيسة كده وارتبطت بيها وابتدت يعني زي ولادنا كده اللي بتلاقيهم مربوطين بالكنيسة، نفس الشيء يقولك أنا هنا إيه ابتديت وهنا تعلمت. دي المحبة. إحنا أحيانا كتير بنمر بظروف في حياتنا وبنصرخ لربنا وربنا بيستجيب وبيسندنا ويرفعنا، فالوقت ده هو الوقت اللي فيه عمق المحبة مع الله. فأحيانا الواحد بعد الأمور وما بتستقر بتكون النتيجة أنه هو بيترك عنه هذه المحبة. حاجة تانية برضو فيها هي ترك مشورة الشيوخ. لما جه ابن سليمان راح جاب الشيوخ قال لهم أعامل الناس إزاي، قالوا له خليك لين ولطيف معاهم وعملهم كويس، ولو انت ايه حبيتهم وكده هيخضعوا ليك عمرهم كله. وراح جاب الاحداث وقالوا له ايه لا شد عليهم خليك ايه ناشف وشديد وعنيف، فترك مشورة الشيوخ اللي هي كان صوت ربنا ليه وخد مشورة الاحداث وقسم المملكة وايه وضيعها.
طيب ايه نتيجة ان انا اترك ربنا؟ في سفر يوناني يقول الذين يراعون اباطيل كاذبة يتركون نعمتهم. يعني نعمة ربنا اللي معاهم بايه؟ بتفرقهم. وفي عشان يقول تاركوا الرب يفنون، لان احنا ملناش ايه غيره. فاحنا مش عايزين نكون فقدين الهدف بتاعنا. لو احنا تركنا ربنا باي صورة من الصور، ممكن جدا يبقى احنا عندنا حاجة اسمها ضياع الهدف في الحياة الروحية. واقول لك حاجة، معلش يعني، ممكن اكون في الكنيسة، ممكن اكون بخدم، ممكن يكون لي مليون نشاط، بس ربنا مش في الصورة خالص. يعني قول صعب قالوه ناس كده، سيد المسيح قالوا باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين. ده احنا لو واحد فينا عرف يخرج شيطان احنا يعني. قال لهم ايه؟ لا ايه؟ لا اعرفكم. انا مش بخوفك، بس انا بقول لك ان كنت تظن انك قائما فانظر لألا ايه تسقط. لو هدفك مش هو ربنا ومركز حياتك مش هو ربنا، يبقى في حاجة غلط. ولو هدفك ومركز حياتك هو ربنا، هتلاقي الدنيا كلها اتغيرت ايه معاك. لكن الذين آمنوا بالله وأحبوه تركوا من أجله. أول واحد بنسمع عليه إن هو ترك في الكتاب المقدس هو مين؟ إبراهيم. وترك إبراهيم لأهله وعشيرته وخروجه ورا ربنا، ده موضوع ما كانش سهل أبدا. لأن في الوقت ده كان الناس الباسبور بتاعهم عبارة عن وشم على دراعهم. فلو واحد طلع من العشيرة بتاعته والقبيلة بتاعته ولقوه موجود في مكان تاني، ممكن جدا أبسط حاجة يوم ما يعملوش حاجة هيتاخد كإيه؟ كعبد. كتاخد كعبد، أسير، عبد يعني. ده لو ما عملولوش حاجة، لو ما قتلوهوش يعني. فطبعا ده موضوع كان إيه؟ صعب جدا. وحتة الأبوين اللي دخل فيها إبراهيم لأنه خد أبوه، عطلته عن تبعية ربنا. ليه؟ لأنه مشي معاه لغاية حران، وقعد في حران لغاية أما أبوه مات، وبعد كده كمل إلى أرض إيه؟ كنعان. طيب إيه أعلى درجة في الترك من أجل الله؟ يعني الناس اللي بتقرأ الجزء بتاع لاوي ده بيستغربوا. ليه يستغربوا؟ واحد اتقال عنه تشيف تاكس كوليكتور، يعني كان رئيس، وراجل بيفهمها فلوس. انت عارفين الناس بتاعت الفلوس عقلها بيفكر دايما مكسب وايه وخسارة. فواحد بيقول له قوم كده وتعالى اتبعني، تعالى اتبعني. يقول فترك كل ايه شيء. ازاي يعني تركب؟ ان المسيح كده معدي بالصدفة على في الحتة دي، يقوم يقابل هذا الشخص فيقول له اتبعني، فيقوم فكره يتحول 180 درجة ويترك الفلوس ويترك كل شيء ويقوم يتبع المسيح. هل ده ميك سنس يعني؟ ده جزء من الهيومن نيتشر؟ لا طبعا. امال ايه الحكاية؟ الحكاية ان المسيح كان ليه صيت، كان ليه سمعة حلوة، الناس كانت عارفاه، وفي نفس الوقت كان هناك روح ربنا يعمل في هذا الشخص ان هو تعبان، لان هو بيعتبر اول حاجة انسان قاسي، لان هو ممكن ياخد هدوم الناس، ممكن ياخد ثروات الناس، ممتلكات الناس، اي حاجة في مقابل ان هو ياخد فلوسه. يعني نظام العشرين في الوقت ده كان بسيط جدا. الدولة الرومانية بتيجي تقول مثلا ايه دي اريحة، اريحة فيها قد ايه؟ فيها مثلا 100,000 فرضا يعني. طب احنا عايزين من اريحة دي مثلا كذا الف. يجي واحد يروح دافع الايه الكذا الف دي، وبعدين يجي هو بقى ياخد السلطة الرومانية ان هو يجمع الفلوس دي. فما عندوش مانع ان هو يعمل اي حاجة في مقابل ان يجيب الفلوس دي ضعف وضعفين وثلاثة. فاول صفة للعشرين دولت ان هم قصات الايه القلب وغير امنة. تاني حاجة بيعتبروا عندهم خيانة وطنية. عشان كده اليهود كانوا ايه لما حبوا يوصفوا واحد انه وحش جدا
وده قالوا عن المسيح، قالوا انه ياكل مع العشارين والايه والزنا او الخطاة. فدي يعني ده الحال بتاعه. فكان في الدعوة لاوي كانت عبارة عن التقاء حاجتين مهمين جدا، ودي بتحصل مع كل واحد فينا. اول حاجة دعوة الهية ان ربنا يتكلم في قلب الانسان، وتاني حاجة رغبة بشرية. والتقاء الرغبة البشرية نتيجة احساسه ان هو انسان قاسي، انسان ظالم، انسان خاين لوطنه، انسان مكروه من شعبه. كل دي ما خلتش الفلوس الكتيرة اللي معاه انها تحسسه بانها افضل من كل الحاجات ديت. فكانت النتيجة ان هو لما سمع دعوة المسيح ايه ترك كل شيء وقام وايه وتابعه. ايه اعلى مستوى من الترك من اجل الله؟ ها؟ الاستشهاد. برافو عليكم. بيقول لم يحبوا حياتهم من اجل محبتهم في الملك الايه المسيح. اعلى درجة من الترك هي الاستشهاد. وده احنا شفناه في ابائنا الرسل لما جه السيد المسيح في يوحنا 6 واتكلم ان لم تأكله جسد ابن الانسان وتشربوا دمه، فقالوا له نأكل جسدك ايه؟ بعد ما اكلهم في المعجزة وشبحهم جم ورا كتير، قال لهم انت وراي ليس لانكم امنتم ولكن لانكم اكلتم الخبز فشبعتم. فابتدى يكلمهم على المن وان ابائكم اكلوا المن وماتوا ان لم تأكلوا جسد. فالناس قالت لك ايه الكلام العجيب ده؟ فهموا ان هو بيتكلم على جسد حقيقي ودم حقيقي، فقال لك لا نسيبه ونمشي. فالسيد المسيح بص للتلاميذ وقال لهم لو انتوا كمان عايزين تمشوا امشوا. بطرس الرسول قال له ايه؟ قال له الى من يا رب نذهب وكلام الحياة الابدية هو ايه عندك؟ يعني عارف ان انت بتاع الحياة الابدية. لو انت بتترك من اجل حاجة تانية ما ينفعش. بلاش تعمل زي الاخ اللي كان بيجمع التبرعات وبعدين يرميها، فيقول اللي ربنا عايز ياخده يطلع لفوق واللي ينزل تاني ده بتاعي. احنا عايشين مع ربنا بالطريقة دي. لا ما ينفعش كده. احنا عايزين نعيش مع ربنا وعينينا على ايه الابدية. في امثلة كتيرة للترك وفي امثلة كتيرة لعدم الترك يعني، وفي امثلة للناس اللي ايه بين البنين. يعني ايه رأيكم في حنانيا وسفيرة؟ كانوا عايزين ايه بين البنين؟ يخلوا شوية فلوس وفي نفس الوقت ايه يعملوا ان هم راحوا قدموا حاجات. السيد المسيح قال لنا كل من ترك بيوتا او اخوة او اخوات او ابا او اما او امرأة او اولاد او حقول من اجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الايه الابدية. يعني احنا عندنا مثل لطيف، بيبقى واحد مثلا اسقف مش متجوز وعندوش عيال، وكل الناس تقول له يا ايه او ابونا الاسقف. يعني بيحس ان هم ايه اب، بلاش الاكبر من كده البابا. الناس كلها بتقول له ايه البابا، عنده ملايين من البشر وهو ايه ما عندوش. ففعلا ربنا بيدي اضعاف اضعاف. يقول برضو يشبه ملكوت السموات كنز مخفي في حقل، وجده إنسان فأخفاه ومن فرح ومضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. ويشبه ملكوت السموات تاجر يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد الألوة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. طيب أعمل إيه؟ أنا طبعا مش هستطول أكتر من كده، لكن هو عشان تكونكلود بقى الجزء العملي. يعني أنا عايز أسأل نفسي سؤال، هل أنا بترك من أجل الله ولا أنا بترك الله؟ هقول لك لستة حاجات كده، اقعد كده فكر فيها. لو أنت اتحطيت بين الفلوس وبين ربنا هتختار إيه؟ برافو عليكم. طيب لو أنت اتحطيت بين الكرامة وبين ربنا هتختار إيه؟ الصوت بيه ده بيوطى شوية مش كده؟ ها؟ لو انت اتحطيت بين المجد والعظمة والاحساس بالرئاسة والكلام ده وربنا هتختار ايه؟ عارفين الجماعة الامريكان عندهم قول لطيف بيقول easy to say
hard to do. يعني سهل ان احنا ايه نتكلم, صعب ان احنا ايه نعمل. يعني انا اسالك سؤال بسيط كده, لو واحد كده قال لك انت مالك شكلك تعبان كده ومالك مقرف كده, ها تعمل فيه ايه؟ ها هغضب مش كده؟ يعني احب الامانه. ها ما تقولوش ربنا يباركك صلي لي, الكتاب المقدس بيقول نشتم فيه فنبارك. يعني اللي يشتمك تقول له ايه؟ ربنا ايه يسامحك, صح؟ ده الكتاب. طب اللي ياخد منك حاجه تعمل فيه ايه؟ افضحه, مش كده؟ طب الكتاب المقدس قال ايه؟ ها من اخذ ثوبك اعطيه ايه؟ طب اللي يكلمك يقول لك بس انا عايز منك الخدمه دي, وبعدين وانت بتعمله الخدمه دي يقول لك طب الخدمه دي بالمره, فانت تقول الله وانا خلاص اروح انا مهديك بالايه اللي بتقول من سخرك ميلا امشي معه ايه. اكمل ولا هتحس انه احنا مش مسيحيين؟ ها هقول له سلفني. احنا بنعمل حاجات كتير يا اخواتي, يعني للاسف بتبين ان احنا متمركزين حول نفسنا وان احنا مش قادرين نترك من اجل الله. الناس اللي بتترك من اجل الله بيقدموا مش بس ممتلكاتهم اللي هي هيتركوها رضوا او لم يرضوا, ولكن بيقدموا حياتهم من اجل محبتهم في ربنا. احنا كان عندنا اباء بيبيعوا نفسهم كعبيد عشان ياخدوا اجره السفينه اللي يدفعوها علشان يروحوا يكرزوا بالمسيح في مكان. واحنا يعني الحقيقه بقينا سوبر سينستيف مع بعضينا, يعني كنت بتكلم يهم الاربع في العذراء على اهتمامها بالاخر, ازاي ان هي واحد بيقول لها انت ام الله وتروح تخدم اليصابات, تروح فرح مدعيه تقول له ليس لهم خمر, تقف عند الصليب وتقول له العالم يفرح وانا بس احشائي تلتهب. هل هي دي الروح المسيحيه اللي هي فيها ايه؟ فيها خروج عن الذات. هو ده الترك, اترك ذاتك, اترك شهواتك, اترك فلوسك, اترك حياتك المرتبطه بالارض الاستهلاكيه, واترك العنف. لو عملت الخمسه دول هتقدر تصلي وتحس ان انت متصل بربنا وتقرا الانجيل وتطبقه وتبقى انجيل معاش ويظهر في حياتك عنصر الايه الترك. الوصيه اللي بقولها لكم النهارده, اسال نفسك انت تركت ايه من اجل المسيح؟ تركت ايه؟ تركت حد اهانك وانت سامحته؟ تركت حد احتاج منك حاجة وانت اديتها له وما طلبتهاش منه؟ تركت راحتك من اجل انك تريح اخر؟ حاجات كتيرة جدا. اختبر نفسك, ربنا يديك كل نعمة وبركة ويدينا قلب لاوي اللي سمعت, اللي هو سمع قول المسيح. المسيح ما قالوش وعظة, قال له كلمة واحدة. طب انا بقول لك اهو ككاهن المسيح, المسيح النهارده بيقول لك ايه؟ اتبعني. اتبعني على فين؟ لملكوت السماوات. بيقول لك ايه؟ اتبعني. فعايزين نبقى على شبه المسيح وصورته. اترك وقوم واتبع له كل مجد وكرامه من الان والى الابد, امين. Tinetchi se